اليوم نرفع راية استقلالنا، اليوم نعلنها داوية من داخل البرلمان أن السودان حرا مستقلا بكل حدوده الجغرافية، هكذا قالها الزعيم الأزهري من داخل البرلمان في 19 ديسمبر للعام 1955، وبعدها كان للشارع كلمته في العام 2018 في ذات اليوم وذات الشهر في 19 من ديسمبر، كانت ثورة ديسمبر المجيدة للشعب السوداني، وقال الشارع أيضا كلمته اليوم نعلنها من خلال هذه المساحة التي تجمع بيننا وبينكم في راية استقلالنا، ونحن نعيد ذكرها عبر حقب تاريخية وزمنية مختلفة متمددة في تاريخ السودان. نحاول سويا نحن وأنت وضيوفنا الأكارم أن نسترجع بعضا من هذا التاريخ والواقع السياسي الموجود الآن في الساحة السياسية السودانية. نسعد جدا بأن يكون في حضرتنا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين والأستاذ الجميل. مرحبا بك أستاذ الجميل الفاضل المحلل السياسي، أهلا بك. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا بكم وبكل متابعينا عبر هذه المساحة التي نرفع فيها راية استقلالنا ونعلي شأن السودان. نطلع مع بعض في هذه المساحة الأولى ومن بعدها نعاود. Yeah.
خلال هذا اليوم التاريخي العظيم الذي له الكثير من المساحات التاريخية المتأصلة فينا كشعب سوداني، ومن خلالها تم إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان. أنا عاوز أدخل في واحدة من المحاور الأساسية سعادة اللواء، بأنه يعني دبكة ورفاقه هم حققوا المطلوب منهم، وسيناريو الاستقلال كان عنده كثير من المساحات والمحطات من داخل البرلمان. السيناريو اللي تم حياكته وصياغته من خلال مجموعة من النواب داخل البرلمان آنذاك ماذا كان؟ طيب، نحيي جيل الاستقلال من الآباء اللي وضعوا بصمة تاريخية لا تمحي في تاريخ السودان. كانت هنالك خلافات ما بين الأشقاء وما بين جيل الاستقلال، باعتبار أنه كان في محورين، محور بينادي بالاتحاد مع مصر ومحور بينادي بالاستقلال. فهذه الخلافات لحد ما الناس دخلت الجلسة ما كان في رؤية واضحة، فتقدم عمنا دبكة بالاقتراح بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وثنى وعمنا محمد سهل، ولاحظنا أنه ذلك كلهم كانوا نواب من أجنحة مختلفة. ثم زعيم المعارضة محمد أحمد المحجوب سنى هذا الاقتراح، بالتالي تغيرت الرؤية تماما واختلفت وجهات النظر، وتم اتخاذ القرار بإعلان الاستغلال، وتم تحديد يوم 1/1/56 كيوم لإعلان الاستغلال وربع العالم. وبالتالي كانت هذه يعني روح وطنية غادت كل الأجيال اللي كانت موجودة رجالا ونساء وشبابا إلى الاستغلال، وكانت في روح كبيرة جدا في إنه الناس تواصل المسيرة، وهذه الروح نحن الآن محتاجين لها، روح التجرد، النظرة القومية وليس النظرة الضيقة. وبالتالي لو عملنا يعني مغاربة ما بين الموقفين الحالي والموقف القديم بنرى إنه نحن محتاجين نستلهم هذه الروح مرة أخرى. نحن حنجي للحالي بتفاصيل وكثير من التعقيدات السياسية في المشهد السياسي الحالي، لكن أستاذ الجميل يعني عندما قالها الأزهري وأعلنها من داخل البرلمان كانت مفاجأة، مفاجأة للجميع يعني بلا استثناء، حتى الشارع السوداني هو كانت بالنسبة له مفاجأة وفرحة عارمة. برضو واحد من السيناريوهات اللي كانت موجودة اللي هي ما كان من المتوقع أن يتم الإعلان. نعم، بطبيعة حال الإنسان السوداني وخصائص الشخصية السودانية يعني يصعب تماما التنبؤ في كثير من المواقف والمنعطفات التاريخية. تجد أن السمة الرئيسية للإنسان السوداني أنه يصنع مثل هذه المفاجآت. هذا حدث في 19 ديسمبر في العام 55 كما تفضل السعادة اللواء أمين. كان هناك تياران، تيار استقلالي وتيار اتحادي، وكانت هناك اتفاقية مع دولتي الحكم الثنائي، وكانت هناك ترتيبات كان ينبغي أن يسير عليها الحال، باعتبار أن التيارين كلهم كليهما كل طرف يسعى إلى الدعوة لفكرته الأساسية. تمت المفاجأة في ذلك اليوم، اتفقت تقريبا إرادة السودانيين على انتزاع الحق إعلان الاستقلال مباشرة من داخل أو من تحت قبة البرلمان. وأعتقد أن هذا ينسجم مع طبيعة وتكوين الإنسان السوداني. عندما تأتي ظروف تحتم حدوث إجماع وإرادة مشتركة يحدث هذا دائما في كثير من الأحوال، ولذلك المفاجأة ليست للشارع وليست للشعب. ربما تجد أن الشعور الجمعي كان فيه ميل كبير إلى تحقيق استقلال تام، وبالتالي يصبح السودان دولة مستقلة كاملة السياسة. ربما هذا الشعور يكون هو جزء من الشعور العام، ترجموا نواب البرلمان المقترح الذي تقدم به الناظر دبكة وثناه مشاور جمعة سهل وعبر عن إرادة المجموعة الكلي. أعتقد أن السودانيين دائما في مثل هذه الأحوال يتم تزويب للكثير من المواقف، ويتم رد للفجوات في الرؤى السياسية عندما حتى لو كانت في اختلافات، يعني وهي السنة الدائمة في الأحزاب السياسية أو المواقف السياسية أو غيرها من المواقف دي. أنا عاوزة في ذات المحور وما بعيد عنه، يعني
ما بين الماضي والحاضر. يعني 19 ديسمبر ارتبطت عند الشعب السوداني بكثير من المواقف التاريخية زي ما أسلف أستاذ جميل وذكر بأنها هي بتردم هو كبيرة وبترجم فجوات كبيرة، وحتى الخلافات بتظل هي جانبا وبتطفو على السطح الروح الوطنية تاريخيا من 19 ديسمبر 55 وحتى 19 ديسمبر 2018 والشرارة الأولى لقيام الثورة السودانية، الدلالات والمعاني، الاختلافات والتشابه. طبعا الاستراتيجية الوطنية غامد على أن السودانيين هم بيملكوا قرارهم. نعم. أصلاً الشعب السوداني يمكن الشعب الوحيد الآن في الكرة الأرضية ما بيأثر فيه الخارج، وبالتالي لو رأينا يعني كان في توحد في 64 في أكتوبر، في 85 انتفاضة 85 رجب، وأيضاً جاءت ثورة ديسمبر 2018 متزامنة مع نفس التاريخ تستلهم نفس الرؤى. المشتركات كلها كانت هي اندلاع الثورة من مدن طرفية، وبالتالي جاءت في العاصمة عشان تكمل اللوحة بتاعت الانتقال وبتاعت الانتفاضة بصورة واضحة. في أكتوبر نفس الإشكالية، كانت في ضائقة اقتصادية، كان في مشكلة الجنوب، بدأت التظاهرات من عطبرة، بدأت من مدن في مدني، وبالتالي انتقلت للعاصمة والندوة الشهيرة في جامعة الخرطوم، دي واحدة من المشتركات. وكذلك في أبريل برضو بدأت بضائرة اقتصادية، بدأت باحتجاجات ثم تكاملت محاربة للفساد والخلافات السياسية اللي كانت موجودة، وجاءت برضو ثورة ديسمبر 2018 فساد، زائد ضغط وحصار إقليمي وحصار دولي، وبالتالي بدأت من التمازين وبدأت انتقلت إلى عبر ومن عبر إلى الخرطوم. ودي مشتركات كانت من الناحية السياسية. في مشتركات من الناحية الثقافية برضو، اللي هو القوى الفنية تحركت شعرا وغناء. طبعا أكتوبر وأبريل كان لها صدى كبير جدا، هنا برضو كان في غناء تحريك المجتمع وتهيئة المجتمع لأنه نعم وكانت لها دفع كبير جدا. يعني حتى في الاعتصام كان في مسرح، واحدة من الأدوات اللي أدير بها اعتصام كان في مسرح، وكان في فنون، وكان في لوحات تشكيلية ورسومات كانت موجودة. فإذا الشعب السوداني يملك استراتيجية نفسية اجتماعية سياسية ممكن تكون فيها مشتركات كبيرة جدا. قدمنا نماذج سياسية، في أكتوبر كان مجلس سيادة مدني، في أبريل كان مجلس سيادة عسكري، الآن قدمنا نموذج جديد في العالم هو مجلس سيادة مختلط مدني عسكري، ودي كان برضو تجربة جديدة رغم ما يدار حولها، لكن في النهاية هي تعتبر من المشتركات بين الثورات كلها. نحن حنتوقف في النقطة دي وفي أنه ما تم من سيناريوهات مختلفة لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان وما يحدث الآن في الساحة السياسية، ونستأذنكم ومشاهدين الأكارم في متابعة هذا الفيلم ومن بعده نعاود. أشرقت شمس الحرية على السودان حين انتخب الشعب السوداني أول برلمان له، وحين انتخب ذلك البرلمان أول حكومة وطنية تمسك مقاليد البلاد. توافد نواب الشعب على معقل الحرية من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وكل واحد يحمل بين جنبيه أماني أمة دواقة للحرية والعزة والكرامة، ودعي إلى الافتتاح إلى جانب النواب ممثل الأمة السودانية من كل هيئة وطائفة، السيد خلف الله خالد عضو معين في مجلس الشيوخ ثم وزير للدفاع، شخصيات تمثل المجتمع السوداني بمختلف نواحيه ومشاربه. سيادة السيد عبد الرحمن المهدي، السيد الدرديري أحمد إسماعيل وكيل وزارة شؤون السودان في مصر، سيادة السيد محمد عثمان المرغني نائب سيادة السيد علي المرغني، السيد مرغني حمزة نائب دائرة أمدرمان الجنوبية ثم وزير المعارف والزراعة والري،
السيد إسماعيل الأزهري نائب دائرة أم درمان الشمالية والآن رئيس أول حكومة سودانية ووزير للداخلية. السيد الصديق المهدي نائب دائرة كوستي الشمال. ومع أن انتظم عقد النواب في ساحة دارهم حتى وصلت فرقة قرقول الشرف تتقدمها موسيقى قوى الدفاع السودان. موكب القضاة من مدنيين وشرعيين يتقدمهم رئيس القضاء ومولانا الأكبر قاضي القضاء. وبعد أن دخل كل المدعوين الرسميين على حسب ترتيب البروتوكول وصل إلى دار البرلمان الحاكم العام ليلقي خطاب الافتتاح الرسمي. النواب والشيوخ إلى قاعة مجلس النواب بينما توجه المدعوون إلى شرفات المجلس كل في المكان المخصص له، وكان كل واحد يشعر ويحس من سويداء قلبه بعظمة ذلك اليوم في تاريخ السودان، اليوم الذي خطت فيه البلاد أول خطوة في حياتها الديمقراطية وتقلدت فيه أول نظم من نظم سودان 56 وسودان 2022. أستاذ الجميل وتعليقك على ما رأيت. نعم، أولا الانطباع عن هذا الفيلم التوثيقي حول هذه الجلسة التاريخية، أنا في تقديري أنها تؤكد أننا كنا هناك نواة لدولة، هناك تقاليد ورثها الإنسان السوداني حتى منذ حقبة الاستعمار، ونلاحظ سلاسة عملية الانتقال عندما نجد أن الحاكم العام كان موجودا وألقى كلمة في هذه اللحظة. المهم أن السودانيون عبروا عن إرادة قوية في الحصول على الحرية والاستقلال، وأرغموا كافة الأطراف الأخرى
على قبول هذه الحقيقة. معلوم أن الإنسان السوداني عندما يركب رأسه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه. ظلت هذه الحقيقة قائمة من قرائب الصدف أن هذه الجلسة تعتبر هي الجلسة 74 في الدورة الثالثة للبرلمان الذي أقيم لإدارة الشؤون غير المصيرية، لكن في النهاية هو الذي قرر مصير البلاد. دولتي الحكم الثنائي قبلوا صيغة أو فكرة أن يكون هناك برلمان يعبر عن نبض ورغبة الشعب السوداني في تسيير أمور الدولة، لكن في النهاية هذا البرلمان نفسه أضحى الرافعة والوسيلة للاستغلال التام عن سلطان الدولتين. المفاجأة الأكبر والصدمة الأكبر ربما هي كانت للجانب المصري باعتبار أنه كان يعول على التيار الاتحادي، وأعتقد أن هذه المواقف التي برزت من خلال هذه الجلسة أكدت أن السودانيون عندما يتجهوا إلى ما يحقق المصلحة الكلية للبلاد يتناسون الفوارق التي تتصل حتى بالخلفيات السياسية والحزبية وهكذا. اليوم الاثنين 19 ديسمبر هو يقابل يوم الاثنين الذي انعقدت فيه هذه الجلسة، هذه من المقاربات التي يمكن أن ألاحظها. في تقديري أن هذه الحقيقة تؤكد أن التيار الذي يسري في حركة التاريخ السوداني هو تيار واحد يعبر عن نبض واحد يعبر عن شعور واحد. هناك جهات كثيرة أرادت أن تغتصب سلطة، أن تغير في معادلات السياسة، لكن سرعان ما تجد أن هذا المتغيرات الحاصلة، يعني في كثير من المتغيرات اللي كانت موجودة من 56 لحد 2022 واللي اختلفت فيها حتى تكوينات الحزبية، اختلف فيها الشارع السوداني، اختلفت فيها الفكر السوداني اللي بيعبر، إلا أنه ظلت في بعض الثوابت الموجودة. نعم، أولا أنا في تقديري أن التجربة دي بتأكد أن السودانيين في لحظات معينة تحل الروح السودانية في الإنسان السوداني. متى ما عاد السودانيون إلى سودانيتهم تجد أن كثير من هذه الفوارق قد تلاشت أو تزوبت. مثل هذه اللحظات التاريخية ظلت تتكرر في التاريخ السوداني، كما تفضل اللواء أمين عدد الثورات الشعبية في السودان، والسودان رائد في المنطقة العربية والأفريقية في ابتداع صيغة تغيير الحكومات بشكل سلمي عبر الانتفاضات أو الثورات أو الهبات الشعبية. يعني ظل ديدن الإنسان السوداني باستمرار عندما يستشعر أن هناك استبداد أو أن هناك مساس بكرامة وكبرياء الإنسان السوداني، وأن هناك سلطات تقولت على حق الفرد السوداني في التمتع بحقوقه الأساسية، سرعان ما ينتفض الشعب ويبرز قادة. ومن رحم هذا الحراك دائما من هو دبكة أو مشاور سهل أو هذه الأسماء التي برزت في العام 55 لم تكن معروفة قبل العام 55. صحيح هناك سجلات لمؤتمر خريجي العام في العام 38 كان هناك إسماعيل الأسري كان هناك، لكن لم يكونوا شخصيات ذات رمزية عالية. أنا في تصوري كانوا شباب. يعني أستاذ جميل، أنا عاوزة في النقطة دي تحديدا، يعني ما بين الماضي والحاضر الآن أصبح حتى الشباب السوداني في الشارع السوداني هو بيحتفي ب 19 ديسمبر باعتبار أنه هو ساهم في صناعة ثورة سودانية ديسمبرية في العام 2018، فأصبح ارتباطه ب 19 ديسمبر بناء على الخلفيات العميقة للتاريخ السوداني، إلى أنه ارتباطه بالتاريخ الجديد هو أقوى. طبعا واضح تماما أن الثورة السودانية هناك علامات زمنية ظلت تستلهم منها كثير من الأحداث الآنية التي تحدث الآن. العلامات المضيئة في الزمن عندما نتحدث عن 19 ديسمبر في العام 2019 لا ندري لماذا هبت عضبرة في هذا اليوم على وجه التحديد والدقة، لكن أنا أعتقد أن السودانيون عادة يستلهمون مثل هذه التواريخ. نحن لاحظنا أن الاعتصام بدأ في 6 أبريل يوم انتفاضة أبريل، نلاحظ أن 21 من أكتوبر ظل يوم أيضا مهم جدا في التعبير، ظل حتى 30 من يونيو هذا اليوم الذي اليوم الأسود يوم انقلاب 89 تم تبييضه تم قسله تماما، أصبح يوم من أيام في رزنامة أيام الثورة وتحول من تاريخ
أغبر أسود إلى يوم ناصع عبر عنه الشعب السوداني في العام 2019 بقوة في كافة المدن، إلى أن أجبر المجلس العسكري على التراجع وقبول بعد أن ألغى الاتفاق الأولي، والتراجع والقبول بالصيغة التي أفضت إلى 19 من أغسطس في العام 2019. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك في رزنامة الأيام أصبحت هناك علامات مضيئة في التاريخ السوداني. هذه يعني الأيام الشارع يستطيع أنه هو يحول تاريخ أسود ويربط أو تاريخ ممكن يكون فيه شيء من حتى 1955 هي انقلاب. يعني في الفهم حتى 25 أكتوبر، يعني شهر أكتوبر هو معروف بثورة أكتوبر العظيمة اللي كانت موجودة في فترة ما، فأصبح الآن 25 أكتوبر بالنسبة له هو تاريخ غير مقبول نتيجة لانقلاب عسكري قضى على كثير من آمال الشعب السوداني. أنا عاوزة أمشي معك يا أستاذ أوسعة اللواء في أنه انتكاسات السودان المتكررة يعني من خلال كثير من الآراء السياسية بعد تحقيق استغلاله، ممكن أصبح السودان بيأمل إن هو يمشي لمربع الاستقلالية التامة، إنه هو يتطور يزدهر بنفس السياق. السودان من بعد ثورة ديسمبر أصبح بيعمل ويضع آمال كبيرة جدا في إنه تتحقق الديمقراطية السودانية اللي نشدها طويلا يعني عبر فترات زمنية طويلة، والمعروف إنه الديمقراطية في السودان هي قصيرة العمر جدا من خلال الفترات الانتقالية اللي كانت فتراتها قصيرة جدا، ومن بعدها بتجي الانقلابات العسكرية. الدروس المستفادة من هذه الـ يعني خلينا نقول الانتكاسات، ما بين انتكاسة وما بين ثورة وما بين، شنو نحن مستفيدين منه وشنو الحاجة اللي ممكن فعلا نستفيد منها في انه نغير واقعنا؟ طيب، واحدة من اشكاليات السياسة السودانية هي جاهزية النخب. يعني لو لاحظنا في الدول الافريقية أي دولة استغلت كان في خبراء مستشارين من الدول المستعمرة موجودين ما عدا السودان، وده دليل على أنه النخب كانت جاهزة سواء كان نخب مدنية أو نخب عسكرية. واحدة من الدروس المستفادة أنه لما قامت الديمقراطية الأولى، الحكومة الأولى من 56 لحد 58، حصلت خلافات ما بين النخب الموجودة وما بين التيارات السياسية، وأفضت إلى محاولة سحب الصيغة من البرلمان. هنا رئيس الوزراء الأميراي عبد الله خليل وبشهادة تاريخية من كثيرين استدعى القائد العام وقال له تستلم السلطة لأنه هو خايب على البلد، يا دوب استغلت لها عامين. هنا بدأ إدخال الجيش في السياسة، إدخال الجيش في السياسة وليس انقلاب بمعنى التسليم والتسلم. استمر الحكم العسكري لحد جاءت ثورة 64، أيضا انتفض الشعب السوداني، لسه كانت آمال الاستغلال موجودة، شاف بأنه هو الديمقراطية زي أخذ 6 سنوات حكم عسكري ما في ديمقراطية وتغلي الديمقراطية، وانحازت القوات المسلحة مجموعة من الضباط وقفت مع الشعب السوداني ونجحت ثورة 64 أكتوبر 64 وبدأ الحكم المدني مرة أخرى. ثم جاءت حادثة في الثورات دي. أنا حابة أتوقف معك سعادة اللواء في إنه معظم الثورات السودانية اللي قامت، أو الثلاثة ثورات المعروفة تاريخيا 64 و85 و2019 الثورة الحالية، هي قامت نتيجة لانسداد سياسي، نتيجة لتراكم أزمات كبيرة على الشعب السوداني، شح الحريات، الأزمات الاقتصادية، شح الموارد الممكن تكون موجودة، وبالتالي كانت سبب أساسي في نجاح الثورات السودانية. هل بتعتقد أنه دي فعلا كانت هي محرك لها، ولا أنت عندك رأي مختلف من خلال ما قلته؟ لا، أنا ماشي في سرد تاريخي في أنه ثورة أكتوبر كانت تبحث عن الحرية السياسية حقيقة، وكانت حرب الجنوب ما زالت في بدايتها، وأثرت تأثير كبير جدا في أنه يكون في حراك سياسي وشعبي. ولا ننسى المجادلات السياسية، يعني الندوة الشهيرة في جامعة الخرطوم وخاطبها الدكتور حسن الترابي رحمه الله، وبالتالي كانت دي أسباب سياسية. بعد كده جاءت حادثة معهد المعلمين عام 68 وطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، كانت أيضا حراك سياسي. حصل اختراق بخلايا للقوات المسلحة، يبقى انقلاب 69 برضو كان فيه تدخل حزبي. دي مهمة جدا عشان بعدين نفصل ما بين هل القوات المسلحة البينية عملت انقلاب ولا كان فيه
خرقي من الخلايا تابعة لأحزاب بعينها، هم الحزب الشيوعي والقوميين العرب. استمرت مايو 69 16 عام، حصل فيها فساد كبير جدا، حصل فيها نقل الفلاشة في ملفات أحداث يعني أثرت تأثير كبير جدا. الشعب السوداني لم يرضى هذا الضغوط الاقتصادية، زيادة في أسعار السكر، زيادة في أسعار الدقيق. ثم جاءت انتفاضة أبريل 85 نجحت بإنحياز من القوات المسلحة، هي مجموعة سوار الذهب، وبالتالي كان في تأمين كبير جدا، ولاحظنا أنه كان في توافق ما بين القوى المدنية والعسكرية. لكن لو لم يكن الشارع هو الأطلق الشرارة، هل كانت حتى تنحاز القوات؟ أصلا القوات المسلحة هي مفاصيل من فصائل الشعب السوداني. العسكريين هم في النهاية الساعة 2 بيطلع بيمشي بيتهم، هو مواطن وليس من كوكب تاني عشان باعتبار يكون انه الشارع يعني يكون هو بعيد يعني. ايوه طبعا، ما هو رغبة الشعب السوداني بتجي والدولة الموجودة هي بتنحازها غصبا عنها لان هي جزء اصيل من هذا الشعب. بعد كده جاءت ما يعرف بالحكومة الديمقراطية الثالثة 85 لحد 89، حصلت فيها خلافات ما بين الاحزاب، لم تتدخل القوات المسلحة بل حاولت بمذكرة القوات المسلحة انها يعني تعرض بعض الخلافات، تحاول تعرض انها تعاني من بعض الاشكاليات. سبب رئيسي خروج الجبهه القوميه الاسلاميه من الحكم، وبالتالي حركت خلاياها مره ثالثه، وكان انقلاب 89. يبقى هنا القوات المسلحه برضه ما كانت جزء اصيل منها برغبتها. ثم جاء ثوره ديسمبر 2018، انحازت القوات المسلحه وخلعت الرئيس السابق، لكن هنا الترتيب كان في فترة طويلة. تحدثنا عن 4 سنوات 6 سنوات عبود، 16 سنة نميري، هنا 30 عام. 30 عام دي كان فيها إشكالية إنه النخب السياسية كانت مستعجلة حقيقة. ده مقبول يعني، عامل نفسي فيه استعجال باستلام السلطة، تفكيك في الانتقام يعني، كان في ده شعور يعني مقبول نفسيا. لكن التجربة بتاعت المجلس المشترك هي كانت إشكالية. حصلت خلافات، لم يتتم إدارة الدولة بطريقة صحيحة، حصلت خلافات، حتى الوثيقة الدستورية 2019 لم تنفذ، كان فيها مطلوبات من المكون العسكري لم تنفذ، مطلوبات من المكون المدني لم تنفذ. جاءت الطلبة البعثة الأممية واحدة من الإشكالات، الزيارة رئيس مجلس السيادة لعنتبي ولغاو بنتنياهو دي واحدة من الإشكاليات، لأنه دي ما مطلوبات الحكومة الانتقالية. الحكومة الانتقالية كانت الوثيقة الدستورية هي كانت محصن بكل ما فيها من الانقلابات العسكرية، ومن بعدها جاءت 25 أكتوبر وأدت يعني خلينا نقول هي خرقت الوثيقة الدستورية. و ما أصلا الوثيقة الدستورية قامت على خطأ كبير اللي هو الاشتراك، المجلس المشترك ده كان خطأ كبير، لأنه 64 كان مجلس سيادة مدني، 85 كان مجلس عسكري، بعد سنة قامت الانتخابات. الخطأ ده ترتبت عليه أشياء كثيرة، ترتبت عليه ما حدث في 25 أكتوبر، ترتب عليه خطاب الكراهية والتصريحات المتضاربة بين الجانبين. لو نذكر سيد محمد الفكي هنا، حميتي رئيس مجلس السيادة، كله كان في تصريحات فيها كراهية. وبالتالي بعد ما حدث في 25 أكتوبر وغياب دكتور عبد الله حمدوك اللي هو كان يعني رمانة الميزان في الوضع السياسي، يبقى واحدة من الأخطاء إنه الفترة الانتقالية عندها برنامج محدد لزمن محدد، لكن توسعنا والناس تخيلت نفسها في حكم ممتد ونسيت الانتخابات ونسيت التجهيز لقانون الانتخابات، وبالتالي الآن جاءت الفرصة الذهبية إنه نصلح هذه الأخطاء من خلال الاتفاق الإطاري. طيب نحن حنرجع للكلام ده يا سعادة اللواء، وحنفند كثير من الأشياء اللي أنت قلتها، لكن خلونا نطلع من الكنترول وبنرجع مرة تانية. تاريخي في عمر الأمة السودانية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1956 أشرقت شمس الحرية بخروج آخر جندي بريطاني من أرض السودان، ورفرف علم السودان الجديد بألوانه المميزة إذاناً ببداية العهد الوطني. لقد جاء استقلال السودان محصلة لحقبة طويلة في الجهاد والنضال ضد الاستعمار الذي جثم متحكماً على موارده وثقافة شعبه، قدمت خلالها ألوان من التضحيات الوطنية العظيمة والثورات الشعبية
التي دفع فيها شعب السودان دماء غالية لشهداء التحرر الوطني، ومغالبة للأسر والسجون مهرا للحرية التي ينعم بها أبناء السودان الآن. لقد ورث السودان من الاستعمار البريطاني نظما لا تتوائم أو تتوافق مع تركيبته الجغرافية ونسيجه الاجتماعي، وإزاء ذلك ظلت الحكومات الوطنية المتعاقبة تسعى نحو إرساء نظم جديدة بما يخدم الأهداف والغايات الوطنية. نعم أستاذ الجميل، يعني بما تم سرده من خلال المشاهد السابقة وتعقيدات المشهد السياسي الآن ما بين المعارضة وما بين يعني الحركات المسلحة بصورة عامة وما بين الأحزاب السياسية وما بين الشارع السوداني والعسكر، إلى أين؟ أولا دعيني أنا تقريبا أختلف مع سعادة اللواء أمين اختلاف كامل يعني في رؤيته وتحليله وقراءته للتسلسل التاريخي اللي تابع خيطه منذ الاستقلال والانقلابات التي توالت والديمقراطيات قصيرة الأجل والهبات الشعبية اللي ترتبت على الإخفاقات التجارب الانقلابية. يعني ألاحظ في قراءة وتحليل الدكتور أمين أن نحمل غالب الأوزار للمشكلات المتعلقة بالأحزاب والقوى السياسية والتقاطعات بين المدنيين فيما بينهم يعني أصلا، واعتبر أن الجيش هو أداة ظلت تستخدم من قبل هذه الأحزاب، ويعني حتى الفكرة والمفهوم والمصطلح اللي يعتبر أو يسمى بأنه هو انحياز دائما من قبل الجيش للثورات الشعبية في السودان، هذا المصطلح أيضا فيه لدي فيه رأي يعني باعتبار أن الشارع هو من يصنع ثورته بنفسه. بالتفصيل هناك دائما الملامح الأساسية والسمات الرئيسية للثورات الشعبية، هناك المكون النقابي كما ظهر في هيئة جبهة الهيئات في أكتوبر أو التجمع النقابي، هناك الأحزاب السياسية التي تقود الشارع وتحرك المواكب والتظاهرات، القوات المسلحة أو المؤسسة هذه ليست بدعا عن مكونات أجهزة الدولة السودانية التي أيضا هي شريكة في الثورات، وبالتالي هو ليس دقيق أن نقول أنه انحياز، لا نستطيع أن نقول أن النقابات انحازت إلى الثورة بذات القدر، لا نقول أن الجيش قد انحاز إلى الثورة أو فصيل من الجيش قد انحاز للثورة. أنا أعتقد أن التنظيمات الموجودة داخل القوات المسلحة سواء كان تنظيم الضباط الأحرار الذي أيضا هو كان يعني في تنظيمات داخل المؤسسة العسكرية هي التي تأخذ المؤشر باتجاه إيقاف نظام الحكم القديم وتصبح جزء من مكونات الفترة الانتقالية اللاحقة، هذا لا أسميه انحياز. لكن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بنيوية وهيكلية ومنهجية الدراسة والتأهيل داخل الكلية الحربية السودانية. يعني الأمير لاي عبد الله خليل بك كان رئيس وزراء، كان سكرتير حزب الأمة، كان هو على رأس أكبر منظمة مجتمع مدني حزب سياسي، لكن في لحظة فاصلة عندما شعر بأن هناك سحب للثقة سيحدث في 17 نوفمبر في العام 58 لجأ إلى وسيلة أخرى لقطع الطريق أمام الآليات الديمقراطية. الصراع السياسي داخل الممارسة الديمقراطية فيه كل هذا، حتى إمكانية سحب الثقة من حكومة أو من رأس حكومة، لجأ إلى وسيلة هو يعتقد أنها هي الوسيلة الأكثر نجاحا، وليس كما قال الدكتور أمين أنه استشعر بأن البلاد تذهب. هؤلاء العسكريون دائما البنية الذهنية للعسكريين دائما يفترض أن هو صاحب القرار والأمر النهائي، كما قال الفريق برهان نحن أوصياء على الشعب السوداني وسنذهب بالفترة الانتقالية حيث نشاء. الاعتقاد هذا جزء من الخلل التكوين النفسي في التربية العسكرية في السودان، يعتقد أن من يسمونهم بالملكية أشخاص من الدرجة الثانية، وأن العسكريون دائما لهم سلطان على المدنيين وبأنهم هم وحدهم الذين يقدرون مصلحة الشعب السوداني. هذا فعله عبد الله خليل بك رغم أنه كان متقاعدا،
حتى الجنرالات الذين يتولون الآن قيادة أحزاب سياسية أنا أرى فيهم ذات الملمح. أصبح من المخاطر أن تنقل زول تربى في هذه الحاضنة العسكرية إلى منظمة مجتمع مدني، ستجد أنه قد أدار هذه المؤسسة أيضا بذات العقلية، يصبح هناك خلل جوهري وبنيوي في هذه المؤسسة لا بد من إعادة النظر فيها. القضية ليست قضية فنية كما يعتقد الآن، أن إعادة الهيكلة ومصطلح الجيش والحديث عن الجيش هو قضايا فنية فحسب، كما نهتم بأن نقول أن هذا الطالب الحربي يجب أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، يجب أن يجتاز اختبارات اللياقة النفسية. أنا أعتقد أن هذه مخاطر جمة برزت في مراحل كثيرة من التاريخ السوداني، بروز شخصيات مثل جعفر نميري، بروز شخصيات مثل عمر البشير، شخصيات زي عبد الفتاح البرهان. أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة في التكوين، حتى التكوين لهذه الشخصيات ونوع التربية. نحن نقول عندما نذهب بأمين إسماعيل مجذوب السوداني إلى الكلية الحربية نقول له أنت ذاهب إلى مصنع الرجال، هناك تعاد صياغته بالكامل، هناك يتم قسل الأدمغة بالكامل، هناك يعيد تكوينه، يكون مهيئ في أي لحظة من اللحظات لأن يصبح وصيا علينا كمدنيين. أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة جدا موجودة في داخل المناهج والنظم التربوية وما يسمى بإعادة صياغة الإنسان. هناك فترة زمنية لو صحح لي الأستاذ أمين يقال بأن تطلع عرق الملكية منك، مش تطلع عرق الملكية بس تطلع حتى الأفكار اللي بتقبل إنك أنت متساوي مع الناس في الشارع حالة واحدة. أنا أعتقد أن هذه من المشكلات اللي أورثتنا ظاهرة الانقلابات. صحيح هناك طموحات لبعض المدنيين وبعض الردات الفعل مثل حل أو طرد نواب الحزب الشيوعي أو ولد هذا الانقلاب، لكن تتلاقى طموحات غير مشروعة لجنرالات مع رغبات في التشفي والانتقام وردات الفعل من قبل بعض القوى السياسية، ويصبح هذه الكيمياء التي تكون هي أس البلاء في التجربة السودانية. لذلك أنا لو برئ المؤسسة العسكرية من الانقلابات العسكرية، بل أعتقد أن المؤسسة العسكرية بحاجة لإعادة صياغة كاملة، إعادة الصياغة من حيث التدريب، من حيث التأهيل، من حيث البناء النفسي، من حيث المناهج التدريسية التي تخرج مثل هؤلاء الجنرالات الذين يفعلون هذه الأفاعيل أو يضعون يدهم دائما في يد أي طامع في السلطة، وهذه مشكلة. التاريخ أيضا يقول أن هؤلاء الجنرالات سرعان ما يلتفون على نفس المدنيين الذين أتوا بهم أو ساعدوهم في الوصول للسلطة. الجنرال عبود، الجنرال عبود لو ممكن أكمل بس الجزئية الأخيرة في الثلاثة انقلابات، الجنرال عبود ذهب بمن أتوا به أو رحبوا به إلى جبل الرجاف في جنوب السودان وسجنهم هناك، ومنهم من مات بداء الصدر. الجنرال جعفر النميري ذهب بمن تحالفوا معه أو أتوا به إلى الدروة وأخرجهم من دائرة الوجود والحياة. الجنرال البشير ذهب بالرجل الذي أتى به وقال قلت له يذهب إلى القصر رئيسا وسأذهب إلى السجن حبيسا 7 مرات أدخله السجن. الجنرال برهان الآن يمكن أن يقذف بأردول وغير أردول وهكذا. أنا أعتقد هذه علة الجنرالات، الجنرالات قادرون على أن يتخلصوا أول ما يتخلصوا من الذين تحالفوا معهم، المدنيين لا يتعظون من هذه التجارب. أنا أعتقد أن هناك خلل في النقطة، خلل كبير في تكوين الجنرالات في الجيش. هل تتفق مع رأي الشارع الممثل في لجان المقاومة باللعات الثلاثة؟ نعم، أنا أعتقد أن الثورة السودانية ثورة تختلف عن كافة الثورات. هذه ثورة استفادت من تجربة أبريل وإكتوبر الفاشلتان، لأنهما قامتا على تسليم سوار الذهب مجلس عسكري صلاحيات تشريعية واعتباره أن مجلس للسيادة وهكذا، ويقوم بسلطات واسعة ما كان ينبغي أن يوافق المدنيون على هذا الأمر أصلا في 84 أو في 85. أنا أعتقد أنه برضو تجربة فريق إبراهيم عبود عندما سمح له التحالف، تحالف النقاب السياسي، بأن يتولى لفترة وجيزة مسؤولية رأس الدولة، لكن أيضا تأكد حقيقة أخرى. أنا في تقديري أن ثورة هي ما يحدث الآن في السودان، نحن اليوم في اليوم الأول من العام الخامس للثورة، هي ثورة واحدة ممتدة لم تتوقف. أزاحت عمر البشير، أزاحت عوض بن عوف، وحتى الآن لم تتكون، ستزيح البرهان. هي ثورة واحدة ممتدة لم تتوقف، هي تقول هذا الجيل يقول أنه سيضع
حد للانقلابات العسكرية. نحن الآن دخلنا على العام الخامس لهذه الثورة الواحدة المستمرة الممتدة. لذلك هي هناك زلزال. نعم. زلزال ثوري كوني. مركز هذا الزلزال وبؤرته في الخرطوم الآن. ما نشهد في إيران، ما نشهد في العراق، ما نشهد في لبنان، ما نشهد في حتات كثيرة، أنا أعتقد أن نقطة ومركز تحرك هذه الذات ارتدادية حدثت في حتات كثيرة. عندما نشاهد اللبنانيين يتحدثون جبران باسيليا إيه ثورتنا دي ما بتقدر، يقولوا اللبنانيون بألسنتهم. عندما اقتبس العراقيون المتاريس التي ينعاها على شباب هؤلاء هنا ذهبت إلى العراق. عندما نشهد في إيران هذه الثورة ضد نظام الإسلام السياسي، الثورة السودانية قامت ضد صيغة نظام سياسي يفرض الغداسة على ترمى العمامات وتقذف بها من رؤوس الرجالات الملالي وهكذا. نشاهد واللبنانيون عندما يقولون كل يعني كل، أنا أعتقد أن هذه الثورة ضد القديم، الثورة الحالية، وهي ستطيح بكل هذه الرؤوس. سؤال تحديدا. نعم. يعني من خلال سردك الكبير لأنه العسكر وما قام به والتحليل النفسي والتحليل العميق في ابتداء من المؤسسة العسكرية وما يقال وما يسرد، البرهان من خلال آخر حاجة في الوثيقة في الاتفاق الإطاري، هل سيفي بوعده بتسليم السلطة؟ أولا طبعا درجة العادة على أن البرهان يقول شيء هنا ويقول شيء في مكان آخر، قاله في المعاقيل، قال أنه لا يوجد اتفاق أصلا. هذه نقاط تم النقاش حولها وتم التواضع عليها، لكن الاتفاق النهائي لن يتأتى ما لم يحدث ما أسماه بالثوابت. هي لغة عمر البشير، عمر البشير الذي ظل لثلاثين عام يتحدث عن ثوابت الإنقاذ. الآن أخذ من ذات الكتاب البرهان وتحدث عن أن هناك ثوابت سودانية. أنا لا أدري متى تم استفتاء الشعب السوداني على ثوابت واتفق الناس وتواضعوا على أن هناك ثوابت تسمى ثوابت السودانيين. لا أحد يعلم، هي تطلع هكذا تخرج من أدمغة الجنرالات فكرة الثوابت لكي يطفي أيضا سياج من الغداسة حول أفكاره. هو يتحدث عن أن الاتفاق النهائي لن يتأتى إلا وفق ثوابت، ثوابت هي في ذهنه وهو فقط ويسميها ثوابت السودانيين. أيضا هو يتحدث عن أن لا بد من حدوث إجماع واسع حول ما تم الاتفاق عليه مع فئة أو مجموعة أو 30 تنظيم، لكن يتحدث عن أنه لن يوقع على الاتفاق النهائي ما لم يلحق به الآخرون. هو يتحدث عن يعني هذه الصيغة التي ظل يتحدث عنها صيغة الإجماع الشامل منذ 25 من أكتوبر بات يتحدث عنها الآن في المعاقيل. لا ندري، عندما نستمع إلى الجنرال حميتي ويتحدث عن أنه يعني في آخر حوار يتحدث عن أن الدمج الدعم السريع ليس القضية في الترتيبات الأمنية، لا ندري كيف يرد في النصوص معنى واضح، وعندما يخرج هؤلاء الجنرالات إلى فضاء آخر يتحدثون بلسان آخر. هذه إشكالية. نعم. هذه إشكالية. أنا أعتقد عسكرة الفضاء المدني والسياسي في السودان. نعم. هي أزمة تتحمل وزرها بالدرجة الأولى المؤسسة العسكرية. أنا عاوز أسعادة اللواء الدكتور أمين تعليقك. طبعا بنود الألفية الثالثة في سنة 2000 تحدثت عن مدنية الحكم. نعم. وثاني انقلاب عسكري ما في، تحدثت عن مشاركة المرأة، حقوق الإنسان، التدخل لأسباب إنسانية. دي بنود خلاص العالم بقى ماشي عليها، ما في تاني حكم عسكري حيستمر. والدليل على كده إنه تعليق عضوية كل الدول اللي قام فيها انقلاب عسكري. والآن الغمة الأفريقية الأمريكية في دول لم يتم دعوتها، من بينها السودان، بوركينا فاسو، مالي، جات. نحن سابقا 20 عام كنا بواقعين تحت عقوبات يعني، ولا كان برضو السودان هو خارج إطار العالم وبرضه مواصل 20 سنة. أنا بتكلم عن ممكن إنه تستمر هذه. بتكلم عن الصراع بين النخب المدنية والعسكرية. نعم. طالما في بنود تحدثت عن مدنية الحكم يبقى تاني انقلاب عسكري ما في، خلاص فترات انتقالية تمشي. بالنسبة للمدنيين وتحميل المسؤولية للعسكريين أو المدنيين، إذا المدنيين اختياراتهم خطأ يبقى دي مشكلة المدنيين. إذا أنت تحالفت مع عسكريين وجوا انقلبوا عليك دخلوك السجن ولا عدموك، يبقى انت اصلا اختياراتك خاطئه. لا ده فيما يخص الانقلابات يعني. اكمل الفكره. انا ما عاوز اتوقف معك في انه هل كل الانقلابات العسكريه بيكون الخيارات كلها على مدى تاريخ السودان هي خطا؟ الخيارات المدنيه كلها خطا. ما استاذ الجميل الفاضل تفضل وسرت حاجه كويسه، قال انه من اتوا بهم انقلبوا عليهم. بس يبقى انت اتيت بالزول الخطا، سواء كان التراب اختار البشير ولا
الشيوعيين والغاميين العرب اختاروا جعفر نميري ولا حتى اختاروا عبود في سنة 58. فيبقى دي مشكلة من غام باختراق القوات المسلحة. دي حاجة يبقى خلاصة تاريخية. لكن عموما أنا بتحدث عن أين المشروع القومي السوداني. نحن ما دارين صراع بين نخب، يمشوا الاثنين، يعيش السودان الوطن وليس تعيش أحزاب وليس يعيش العسكريين. كلنا نحن نمثل شعب سوداني عايز يعيش، عندنا دولة فيها موارد تحتاج لإدارة هذه الموارد، يجب أن نبتعد جميعا. يمكن هسه الجيل ده كله يمشي، جيل الأربعينيات والخمسينيات ده ممكن يمشي، يجي جيل جديد جيل السبعينيات. الآن ماكرون عمره كان 33 سنة لما استلم السلطة، ليه ما يجي جيل جديد؟ نحن أصلا ما في قداسة لا لمدنيين ولا لأحزاب. إحنا عندنا الأحزاب، الرئيس مما يولد رئيس لحد ما يصل المغابر، ما في ديمقراطية في الأحزاب. الأنظمة العسكرية برضو أنت ما بتولد أو تخش الجيش عشان تبقى رئيس، لا بتخش الجيش عشان دي وظيفة مهمة، حماية الحدود، حماية الدستور، حماية الشعب السوداني. لكن ما حدث اختلفنا أو اتفقنا أنه في اختراقات من القوى السياسية أو في انقلابات بمحط إرادة الضباط الموجودين، يبقى في النهاية نحن بنضيع في دولة، دولة عندها موارد، عندها موقع جيوستراتيجي يتنافس عليه العالم. الآن لما نتحدث عن القمة العربية الصينية كل الحديث كان عن السودان، لأنه دي المنطقة الجيوستراتيجية حيبها مبادرة الحزام والطريق، هتجي بور السودان تخش للأفارقة، وأيضا روسيا تريد منفذ على البحر الأحمر لموقع جيوستراتيجي هام جدا بيدخلها للغارة الأفريقية. والآن شركة فاغنر موجودة وين؟ موجودة مش. فيبقى عموما إحنا عاوزين ننهي هذا الصراع المدني العسكري، صراع بتاع النخب يتأذى منه الشعب السوداني، تضيع به الموارد، يضيع به الاستغلال. الاستغلال اللي بنتكلم عنه ده حيضيع، لأنه نحن الآن إذا لم نتفق على الحد الأدنى من التراضي ونوفي بالمواثيق والعهود. الآباء المؤسسين يعني كان رسموا ملامح للسودان من خلال الاستقلال زي ما قلت، وكان عنده آمال وطموحات وكثير من التطلعات اللي بيعمل بها في بناء شعبه، لكن لم يتحقق منها. الكثير يرى أنه الشعب السوداني هو ظل واقفا في محطة الإنجليز حتى الآن. المحطة هي صراع النخب، في حاجة اسمها الإنجليز السود، ده نحن تعبير بنعرفه نحن في مدرمان، وممكن الأستاذ الجميل برضو بيعرفه، أنه لما طلعوا الإنجليز وجون الناس قاموا سكنوا في محل الإنجليز، اللي هو نحن الآن الوزارات دي كانت محل سكن اسمها البركس. نحن مفروض تكون دي محلات ترفيه، فنادق كده، والناس في تسكن في مناطق أبعد من النيل، جو قعدوا في النيل زادوا. دي واحدة اسمها الإنجليز السود، دي واحدة. الشيء الثاني الصراع بتاع النخب دي بدأ بمؤتمر الخريجين، وبدأ بالغادة اللي شاركوا في الحرب العالمية الثانية بناء على وعد من الحلفاء بالاستغلال. ده شايفين نفسهم انهم جابوا الاستغلال برضه. مؤتمر الخريجين بيشوف نفسهم هم المثقفين، هم انتجوا الصحف، هم اللي تعاملوا مع المستعمر. فيبقى صراع النخب ده لازم ينتهي عشان نحافظ على هذه الدوله. جميل. الدوله الان مجابهه بمشروع الشرق الاوسط الجديد عشان الاجيال تكون عارفه. اذا احنا ما تنازلنا وبقى في تحالفات موجوده في الساحه السياسيه، عندنا مشروع الشرق الاوسط الجديد يتربص بينا، عندنا الجيران جغرافيا، مواردنا، المطامع الدولية، الحتة دي مهمة. في دولة بتصدر الصمغ العربي وبتصدر السمسم وهي ما عندها شجرة بتاعت هشاب، وكثير يعني الكركديه التبندي غيرها من الموارد السودانية الآن بتصدر وبتكتب صنعة في البلد وهي موارد سودانية. السبب منه السبب الخلافات حقتنا الداخلية. نعم. والسبب الشركات الموجودة، ونحن نقول شركات حكومية وعسكرية. نعم. يجب كلنا نتراضى على أساس أنه نخرج بالبلد لبرا العمل. إحنا حنتوقف قليلا، سعادة اللواء الدكتور أمين إسماعيل والأستاذ المحلل السياسي الجميل الفاضل، نطلع للكنترول ونرجع نواصل في الحوار. بلدي يا ناس بريد بلدي، أنا بريد بلدي.
وشايك بريد بلدي يا ناس بريد بلدي بلد أبوي وجدي يا ناس بريد بلدي في ليالي في دار الفو
اهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. ورايه استقلالنا ان شاء الله ستظل مرفوعه من خلال حب هذا الشعب لوطنه ولاستقلاليته بصوره كبيره. انا حرج عليك مره ثانيه واسعد بضيفي الكريمين استاذ الجميل الفاضل المحلل السياسي واللواء الدكتور امين اسماعيل مجذوب الخبير الامني والاستراتيجي. وفي ظل تصريحات البرهان سعاده اللواء البعض بيحسب انه إنها مخالفة للقوى السياسية يعني ورافضة للاتفاق زي الكتلة الديمقراطية وفي بعض القوى اللي هي الموقعة على الاتفاق الإطاري اللي بتعتبر إنها هي متفقة معه، هل هذا الاتفاق قابل للتنفيذ على أرض الواقع؟ نعم هو لازم يكون قابل للتنفيذ لأنه دي الحد الأدنى من التوافق والفرصة الذهبية الأخيرة إننا نطلع من هذا المأزق. التصريحات المتكررة واللي بتخالف على ما اتفق عليه أنا شخصياً بعتبرها هي فقط لتنوير القاعدة العسكرية. القائد لما يمشي ركز على نقطتين، ممكن هو النقطتين كانت مزارة الإصلاح وعادة الهيكل، إنه ما بنسمح للمدنيين بالتدخل في القوات المسلحة، فكان التركيز على هذه النقطة. امبارح السيد رئيس هيئة الأركان في أكاديمية نميري برضو صرح قال نحن نوافق على أي اتفاق يتم التوصل إليه، ولكن هذا الاتفاق لا يمس بوحدة القوات المسلحة، يبقى هو تنوير للقاعدة. وأعتقد أنه الإصلاح مطلوب، لكن الإصلاح ذاته هو شنو؟ مكوناته شنو؟ دي مهم يعني في الاتفاق ما موضح، ومن يقوم به؟ لأنه نقطتين أساسيات أفتكر أنه مهمات جدا. محاولة علاج ما أفسده الانقلاب تجسد في هذا الاتفاق الإطاري، رأيك؟ نعم، أولا أنا أحمل رأي كبير فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري. أنا أعتقد أنه أول حاجة جنرالات هؤلاء غير مؤهلين لإبرام أي اتفاقات معهم، يعني مسألة نقض العهود والمواثيق أصبحت سمة ثابتة. هذه التجارب تكررت، يعني في يوم 4 يونيو 2019 تم إلغاء الاتفاق اللي وقعه ياسر العطا وأعلنوا مدني عباس مدني بعد تنفيذ مجزرة القيادة العامة مباشرة من الجنرال برهان. تحت الضغط الضغط الشارع في 30 يونيو 2019 اضطر الجنرالات، لذلك هذه القضية ليست خيار، هي اضطرار دائما يسب إليه الجنرال لما يلقى أنه في ضغط دولي أو ضغط شعبي بيذهب إلى قبول صيغة تتضمن شيء من التنازلات. سرعان ما يعني في كل لحظة وجد أن هناك ميزان القوى قد اختل، قوة الشارع قد تراجعت أو انحسرت، وجد أن الضغوط الدولية قد يعني انحسرت عنه، يعود إلى ما يريد. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الصيغة المشكلة الكبيرة فيها فقدان الثقة بالكامل. هؤلاء الجنرالات الخمسة اللي قاعدين في مجلس السيادة غير مؤهلين للاتفاقات، خاصة بما وقع من جرم منذ 25 أكتوبر وإلى الآن، أكثر من 122 شهيد، مجزرة القيادة وعدد كبير من الشهداء. وأعتقد أنه لعبة الهروب إلى الأمام ومحاولة التفلت من العقاب وهكذا هي قضايا شبحها يعني يغطي على أسنة أذهان هؤلاء الجنرالات، لا يستطيعون أن ينفذوا هذا الاتفاق. هذا الاتفاق تم بالأحرف الأولى وهي نقاط ليست محل خلاف كبير. في تقديري أن المشاكل الأربعة والخمسة الأساسية اللي تم إرجاعها هي النقاط الحساسة التي يصعب على هؤلاء الجنرالات تقبل فيما يتعلق بالعدالة والعدالة الانتقالية، الجانب المتعلق بتفكيك نظام 30 يونيو، الجانب المتعلق بالإصلاح الهيكلي والمؤسسة للمؤسسة العسكرية ودمج الجيوش والحركات وهكذا. أنا أعتقد دي القضايا اللي أكثر قلق وإزعاج. المؤسسة العسكرية السودانية القائمة الآن هي يعني في رأيك إنها هي فخ تريد من خلاله تمرر بعض الأجندة حتى يحين وكسب الوقت نعم. وكسب الوقت هو ليس أكثر من هذا. وأنا في تقديري أن رؤية لجان المقاومة صحيحة، الحديث عن التشبث والتمسك باللاءات الثلاث إلى حين سقوط هذا الانقلاب بالكامل وعدم الدخول معه في أي صيغ مساومات أو اتفاقات أو تسويات أو هكذا. أنا أعتقد المجتمع الدولي يريد الاستقرار بأكثر مما يريد إحداث تحول جذري وحاسم في السودان، لذلك ضغط هذه القوى السياسية. يعني الجنرال حميدتي بيقول نحن مشينا لهذا الاتفاق كرعنا في رقبتنا، يعني مين هو اللي مارس الضغط على الأطراف دي عشان تصل لصيغة كلا الطرفين ليسوا على قناعة تامة بتفاصيلها؟
تم توقيع الجزء الأول المتفق عليه، تم إرجاء الجوانب الأساسية التي الشارع السوداني لن يقبل سوى عدم الإفلات من العقاب، محاسبة كل من ارتكب جرم سواء في مجزرة القيادة أو ما بعد 25 أكتوبر. هذا ما يخشاه الجنرالات، وحتى الآن لم يعني ابتداء من لجنة أديب وحتى هذه اللحظة لم يتم إصدار أي أمر أو قرار بإعدام واحد من القتلة. وحتى المحاكمات اللي أقيمت لم تكن مرضية للشارع السوداني. أنا في تقديري حتى المحاكمات عندما أنت تحكم على 29 ضابط قتلوا الشهيد محمد أحمد الخير، حتى الآن التسويف والمماطلة لا ندري أين هم ولماذا لم يتم إنفاذ هذه الأحكام رغم أنها جرت في مناخ ثوري. أنا في تقديري كان ينبغي أن يذهب الناس في اتجاه تنفيذ كثير من الأحكام، الجوديات والوساطات والذين يقدمون المغريات لإفلات هؤلاء الذين ارتكبوا الجرائم. نستمع عن محاكمة الأبيض وعن أين مصير هؤلاء الناس الذين ارتكبوا مجزرة الأبيض، نسمع عن شخصيات كثيرة ارتكبت جرائم حتى القضاء قال فيها كلمة حتى الآن لا يعرف ما الذي حدث فيها. هناك قموط يلف مشهد العدالة. أنا في تقديري القضية قضية مزعجة. نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق تحدث لصحيفة أمريكية قال أنا لو أعلنت النتائج حيحدث انقلاب، ده قبل 25/10. يعني كيف يمكن لشخص أن يحصن نفسه بمؤسسة يمتلك الشعب السوداني هي الجيش لكي ينقذ رقبته من أفعال هو ارتكبها؟ أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة. مؤسسة عسكرية هناك فيها مشكلة بعد 89 دخلت فيها الأدلجة، أصبحت مؤسسة مؤدلجة، هي تعبر عن تيار وتنظيم سياسي وجهات كثيرة. وأعتقد أن هذه هي القضية الأساسية. حسن عبد الله الترابي تحدث في شهادته على العصر لأحمد منصور عن إنه هو من 75 بدأ الخطة السرية للدخول في المؤسسة العسكرية وبدأ التنفيذ الفعلي أو الأوسع بعد المصالحة الوطنية والأوسع أكثر بعد 83 وقوانين سبتمبر في نظام نميري. الآن هذه المؤسسة مضروبة بالكلية. كويس، أنا في تقديري أن هذه المؤسسة يعني من الصعب جدا. نحن نشاهد الشرطة السودانية وشايفين كيف بيرقصوا مع النظام القديم وأنصار النظام القديم في مظاهرات الكرامة وكيف يواجهون هؤلاء الشباب العزل. أنا لذلك أعتقد أن هذه المؤسسات ما يسمى بالقوات النظامية هي بحاجة. لذلك يعني في رأيك أنه الاتفاق هذا الاتفاق لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب. نعم قد لا يمر للأمام في ذات الاتفاق الإطاري. سعادة اللواء يعني 108 حزب سياسي نحن الآن موجودين في السودان وقد يزيد، يعني منهم المتفق ومنهم الموقع على الاتفاق الإطاري ومنهم المعارض، أوزانهم في العملية السياسية وهل ممكن يكون هم حجر عثرة في سبيل تقدم العملية السياسية السودانية؟ أولا أنا أثبت حقيقة أنه النظام السابق فتت كل الأحزاب السياسية، لم يجعل لأي حزب سياسي كيان يستند عليه. ولو لاحظنا أنه في أحزاب تقليدية طائفية تقسمت إلى 6 أجزاء، حزب الأمة، الحزب الاتحادي، حتى الحزب الشيوعي تقسم وحزب البحث تقسم. فالنظام السابق لم يترك كلهم إلى الآن قاعدة يستند عليها. هو فتتهم ليقوى؟ ليبقى. وأيضا مسألة الحركات المسلحة، تم تفتيت إلى حوالي 86 حركة مسلحة. في حركات بيكون عندها عربيتين، عندهم بوابة في الشارع، ولقى الحركة ما عارف الشعبية الجناح القيادة جناح منه دي كلها من الأشياء اللي نفذها النظام السابق. الآن كل هؤلاء عاوزين يجوا يشاركوا في الحكومة وعايزين يجوا يشاركوا في الاتفاق الإطاري وعاوزين يجي يشاركوا في المشهد السياسي. المشهد بعد ثورة ديسمبر لا يقبل مثل هذا الأمر. يتحدث عن جسم ثوري ويتحدث عن قوة غامت بالثورة ممثلة في قوة الحرية والتغيير. والآن ظهر مصطلح جديد اللي هو قوة الانتقال بعض الأجسام السياسية الموجودة في إحصاء. الإخصاء ده قد يكون عنده مبرراته ورأيناه وتأثيراته في الجلسة الأولى في السلام روتانا عندما جاء فولكر عشان يعمل التفاهمات ويدير الحوار، لم يجد القوة السياسية اللي قامت بالثورة غير موجودة في قوة سياسية أخرى. القوة السياسية الأخرى بترى إنها صح فيها جزء اشتغل مع النظام السابق ولكن هم والله وطنيين، وفيهم جزء قال إحنا طلعنا زي منبر السلام العادل
يقول احنا طلعنا من الحكومة السابقة وكنا مشاركين في الثورة. في أجسام ظهرت لافتات جديدة، تيار الإسلامي العريض، تيار الشباب العريض، دي أجسام ظهرت بعد الثورة تم تسجيلها والآن تتحدث عن إنها. هناك من يقول إنه حتى المؤتمر الوطني الحزب أصبح الآن عنده نفس الكتلة لكن بمسميات أخرى. هاي ما هي واجهات جديدة، بعد ذاك بيبقى التمحيص كيف تمحيصه تقول ده والله تبعي ولا تبع المؤتمر الوطني. نعم. هنا المكون العسكري برضو دخل في 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 الحتة بتاعت واحدة من مهامه المحافظة على هذه الدولة. طيب هل هو حيحافظ يسلمها تسليم وتسلم بمفتاح مفتاح يعني احنا نقول مفتاح شقة كاملة، ولا حيكون في تدرج في التسليم اللي هو التدرج الآن الحاصل ده، يكون في اتفاق إطاري، يكون في اتفاق نهائي، صح في علم التفاوض ما تتفق عليه بتوقعه ده الاتفاق الإطاري، ما لم يتم التوافق عليه أو فيه اختلاف بتنقله للمرحلة الثانية اللي هي الخمسة قضايا العالقة. نعم. هذه القضايا هي ساعات اللواء. يعني أنا في النقطة دي عاوز أتوقف بأنه أنت تكلمت عن كتل سياسية وعن مجموعة خلينا ما نسميها مسميات غير إنها هي كتل سياسية مختلفة، وكان التشظي اللي كان بيمارسه الحكومة السابقة في إنها هي لتقوى تفتت هذه الأحزاب السياسية. الآن الكتلة المتحدة هي لجان المقاومة والشارع السوداني المجسد في لجان المقاومة باعتبار أنها هي كتلة واحدة، حاول خرقها المكون العسكري لكن لم يستطع. هل تلعب الكتلة السياسية سواء كانت أحزاب أو مكون عسكري أو غيره سياسة بلجان المقاومة، ولا لجان المقاومة هي اللي بتتعامل بذكاء ودهاوة يعني حصافة كبيرة؟ لجان المقاومة هي طبعا حركت الشارع وحركت الثورة الشباب. ما في حزب يشتغل في الثورة دي خالص، لكن لجان المقاومة عندها إشكالية بتاعت غيادة. هي غيادة توفغية تحتاج إلى غيادة رأسية ليتم التعامل ربما معها، ربما لذلك لم تفكك حتى الآن، إنها هي تعاملت بأفقية فما قادرين يمسكوا عليها حاجة عشان يقدروا يفتتوها. أنا أتحدث عن التفاوض معها. نعم. حتتفاوض معها كيف وهي ما عندها جسم رأسي؟ يعني عايز أنت مجموعة عشان تتفاوض معهم، فالآن هي أفقية، والأفقية دي خلقت إشكالية في إنه كله يعني يقول لك نحن لجان مقاومة مبدأ، لجان مقاومة شرق النيل. فأنا أنا أنا مع الشباب إنهم قاموا بالثورة، عندهم آمال وطموحات، طرحوا ميثاق. الميثاق الطرح ديا طرح كميثاق من منسقيات، لكن الجسم الرأسي ما فيش اللي هو انت حتتعامل معه. ايضا الحزب الشيوعي اخذهم الان في تحالف اسمه تحالف الحل الجذري. الحل الجذري ديا اللي هو الفول اللي عاد الثلاثة، ولا تفاهم ولا تفاوض مع الطرف الاخر. فانت عندما تجي تتفاوض وتستلم دولة لازم تجلس مع طرف، فمن هو الطرف الآخر بالنسبة للحل الجذري، ومن هو الطرف الآخر بالنسبة للحرية والتغيير اللي عايزين خشوا أسل الآن مع المكون العسكري بيفتكروا إنهم دي فرصة يخترقوا وينقلوا الدولة سياسيا، لكن رافضين قوة أخرى. فالسودان هنا وين؟ يعني المشروع القومي وين؟ أستاذ جميل تعليقك. أولا يعني ولاية الخرطوم فيها 16 تنسيقية، يعني الأسطار التنسيقية تقريبا للجان المقاومة في 10 موقعين على ميثاق تأسيس سلطة الشعب، وفي 6 تنسيقيات موقعة على ميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، لكن ما في تباين كبير أصلا بين الميثاقين. أنا بفتكر أنه مجرد ما دخلت لجان المقاومة خطوة أنها تحدد أو ترسم ميثاق سياسي هي دخلت الملعب السياسي مباشرة، وبالتالي يعني هذا يعني عدم اعتراف بكافة القوى والمكونات السياسية الموجودة في المسرح. هي تريد أن تبلور رؤاها وأفكار السياسية وتطلعاتها وأحلامها. هذه المجموعات الشابة بدأ يتضح تماما إلى أين ستذهب في وجهتها النهائية. يعني ليس من باب، بل أنا في الفترة الأخيرة يمكن قعدت في كثير من الورش المقلقة مع الشباب ديل، عرفت أنه يعني هو ربط بالكامل للتجارب السابقة. حتى الأحزاب دي كلها يسارا ويمينا هناك ملاحظات حول إدارتها وتجاربها والممارسات السابقة، ولذلك هم بيطرحوا اطروحات الآن تبدو أقرب إلى المستحيل، لكن أنا في تقديري أنه إيمانهم القوي جدا بأنهم هم قادرين
بأنفسهم على الاستمرار وبنفس طويل. يعني المسألة ما مسألة إنه أعمل لي قيادة رأسية عشان أقعد أتفاوض معك. يعني هم لما بيقولوا والله لا تفاوض، أنا أفتكر إنهم هم عارفين النخبة القديمة سواء كانت نخب حزبية أو عسكرية غير مؤهلة لتفهم وتقبل، يعني هم سبقوا الرؤى الأفكار السياسية، لذلك بيفتكروا إنه بالنفس الطويل هم قادرين على إسقاط النادي السياسي القديم، وعلى إسقاط حتى المكونات العسكرية اللي أيضا هي جزء من موروثات القديم بعقليتها بطريقتها طريقة تفكيرها وهكذا. يعني الناس دي ما دارين إعادة إنتاج القديم بأي شكل من الأشكال. الآن هم يفكروا في إطار بتاع حلول متجاوز لكافة تجاربنا السابقة إذا في أكتوبر أو في أبريل. وأنا شايف إنه دي من حق هذا الجيل أن يتطلع إلى رؤيته. الصيغة الأفقية هي صيغة كانت موجودة في تجمع المهنيين. الثورة السودانية دي فيها مفاعل كبير، المفاعل ده بينتج آلياته المختلفة من مرحلة إلى أخرى. كان أنتج تجمع المهنيين، كان الناس بيقولوا ده الجسم الغامض، بيسموه الجسم الغامض، الناس ما عارفين له قيادة، يعني عدا الأصم اللي تم طلع في لايف واتقبض، الباقيين وين؟ البدير منه البيسوي ما ده نفس السؤال هو القائم الآن. أنا أعتقد إنه لجان المقاومة من باب حرصها على إنه العناصر الأساسية اللي بتقود برقم الحملات والاعتقالات الواسعة وتلفيق التهم وهكذا، إلا إنه المركز اللي بيدير هذه اللجان إلى الآن أنا بعتقد إنه مركز متماسك، عنده رؤية واضحة جدا لكيف بناء مستقبل سودان جديد يمكن تحقيقه، سودان جديد يتجاوز حتى الطريقة الترميمية ممكن يتم تحقيقها. النخبة القديمة يمكن تحقق. أنا بفتكر الثورات أصلا تخطب ما في مستحيل في ثورة. نعم. يعني الثورة دي الثورة الفرنسية استمرت 10 سنوات قدرت في النهاية تخلق شعارة جسدت به للجمهورية الفرنسية. القصة دي ما قصة زمن وبس، يعني الثورات داسي بقول لك الشارع انحسر، العدد قل، البتاع زاد. الثورة بتنتقل من علم الحساب لعلم الكيمياء، هي الحالة التفاعلية والمناخات اللي بتخلق الثورة والإيمان بقضايا والتمسك بالقضايا. ومهما كان العدد أنا بفتكر الثورات بتعيش حالة مد جزر، لكن في النهاية طالما إنه الجزوة متقدة ده بيعني إنه الثورة مستمرة. عشان كده أنا بقول إنها دخلت الليلة اليوم العام الخامس بتاع الليلة. إيمان الشباب ديل الآن المستو فيهم والروح اللي بيتحلوا بيها ومش عايزين يعني أنصاب حلول، ما دايرين أنصاب حلول، وبيفتكروا إنهم ما بيرجعوا من نص الطريق، وبيفتكروا إنه الشهداء اللي قدموا أرواحهم ديل هم بخونوا الأهداف الماتوا من أجلها. ده إيمان صلب جدا شكل نواة صلبة الآن للجان المقاومة. الأحزاب اللي بتدعي إنه اللجان دي في جيبك الضابة، نعم، إذا في اليسار أو في اليمين ده، نعم، ده تقديري أنا. أنا بفتكر إنه حقيقة ما في حاجة. في ناس حاولوا يشوهوا لجان المقاومة ويقولوا لك والله لجان المقاومة ديل زي ما بقولوا بتاع المخدرات، وزي ما بقولوا بسوي إيه، وزي ما بقولوا برضو بقولوا لك ديل قاعدين ديل بتاع الحزب الشيوعي، ديل بتاع الشنوة بعرف. الكلام ده ذاته غير دقيق وغير صحيح. شفت القطع بيسموه شنو أفقي، يعني كل التكوين الفوق ده النادي القديم ده كله الناس اللي عندهم فيه راي وما بيثقوا في أي زول. يعني أنا أولادي في بيتي ما بيثقوا لأنه أنا خلاص شيبة، بيفتكروا إنه ما بقدر استوعبهم، ما بقدر أفهم رؤاهم. القصة دي بمناسبة الفجوة الجيلية دي ضخمة جدا، والفجوة الجيلية دي ما محلية، يعني ثورة الاتصالات، ثورة الاتصالات الرقمية ونشوء مجتمع المعلوماتية، يعني قام خلق اتلاشت المسافات الجغرافية وتخلق بون شاسع بين جيل وجيل في طرائق التفكير، في كده في أدواته المستخدمة. جميل. عشان كده يا إخواننا والله الناس لو ما استوعبوا إنه القضية دي أوسع وأكبر من إنه التكوينات والأحزاب السياسية ما حتعبر عن الناس. الأحزاب دي ما قدرت تطور نفسها، ما قدرت تطور برامجها، بتفكر بنفس العقلية والطريقة. الناس المؤدلجين بالماسكين من قبل قرن وزيادة، نعم، دارين يطبقوها في واقع متغير. جميل. البعض يرى إنه الأحزاب السياسية هي كانت يعني مشكلة السودان الأزلية. الآن أنا عاوز أتحدث معك سعادة اللواء عن إن خروج حزب البعث العربي وتأثيراته في الساحة السياسية بصورة عامة. أنا في تقديري هي مناورة. حزب البعث هو من الأحزاب اللي شاركت في الوثيقة الأولى، شاركوا في التفاوض. الآن خروجهم تزامن مع الاتفاق الإطاري واستيعاب قوة هم ما راضين عنها، بيروا إنه في قوة خشت اللي ما يسمى بقوة الانتقال. بيروا إنه اللي هم أنصار السنة والحزب الاتحادي بيروا إنهم ما عندهم الحق يخشوا، وبالتالي أنا في تقديري هي مناورة من أجل الضغط على الطرف الآخر اللي هو المكون العسكري. تضغط عليه إنه والله في ناس طلعوا أنت لازم تتنازل ولازم
وبالتالي هي مناورة. أيضا دخول أجسام أخرى رفض زي حزب الأمة، مبارك الفاضل رفض. الآن فولكر جلس مع مجموعة الوفاق الوطني اللي هي تغيرت اسمها الآن، قال لهم انتوا الاتفاق اتقفل ما ممكن زول يخش ثاني. هسه هم قدموا طلب للاطلاع على الاتفاق الإطاري، ده كلام غريب. هل أن انت الاتفاق ده رفضته بناء على شنو؟ معناه انت اطلعت عليه، فكيف تجي تطلب بس تقول ده اطلع على الاتفاق الإطاري؟ في إشكالية، في ربكة. ربما بعد تصريحات البرهان بأنه هو قابل للتعديل، من الممكن أنه هو يتم تعديله، من الممكن أنه يتم إدخال بعض البنود فيه. نعم، يبقى هم اطلعوا عليه قبل كده مش كده ورفضوا، هسه عاوزين يعدلوا، فأنت بتجي بتوقع وتعدل. نعم، يعني تنضم وتعدل. ففي ربكة، أنا في تقديري في ربكة في الوضع السياسي الحالي، وفي عدم صغة. أنا أتفق مع أستاذ الجميل في أنه في عدم صغة موجودة بين الأطراف، الأزمة سواء كان المدنيين أو العسكريين. أيضا في عندنا إشكالية بنعاني منها، تغيير الأشخاص. ما خلاص دي مرحلة، ممكن الأشخاص يتغيروا. حمدوك مشى، ليه باقي الناس ما يمشوا؟ كان مكون مدني، كان مكون عسكري، يتغيروا الأشخاص، يجي أشخاص جديدين يغودوا المرحلة القادمة. دي واحدة من الإشكاليتين، عدم الصغة وعدم تغيير الأشخاص. أو في بعض الآراء بتقول، أو في ما يطفو على السطح، بأن حمدوك قد يعود مرة ثانية. ممكن يرجع، لكن أنا قصدي لك أسأل الآن هو خارج السباق وخارج التفاوض وخارج، يعني خلاص هو مشى. ممكن الناس يمشوا ويجوا راجعين. ما لبنان نفس الآن الحريري في لبنان قاعد له 20 سنة، الحريري الابن كل مرة بيجي رئيس وزراء، بيمشي رئيس وزراء، بيجي رئيس وزراء. نحن ما مختلفين على جية الشخصيات بقدر ما مختلفين على أنك أنت ما كنت تقود التفاوض 5 سنة، أنت جزء من الأزمة. فيبقى طرفي الأزمة يغيروا أشخاص شوية، يجيبوا خبراء في التفاوض، يطرحوا بدائل، ورقة توفيقية. لكن الآن أنت لما كل طرف يتمسك برؤيته، وخلاص نحن ما في التفاوض فيه خيارات صفرية ولا حلول عدمية، ولا بالطريقة السودانية البلدية فيه عليه الطلاق ما أقعد معك، أو عليه الطلاق إلا تنفذ. نعم، ده ما فيه، ده ما تفاوض. نعم، أنا عاوزة أجيك يا أستاذ جميل في أنه في ظل التغلبات اللي بتحصل في الساحة السياسية، هل من الممكن أنه تجي زي ما شاهدنا اتحاد قبلا في إسقاط النظام البشير، هل ممكن تتفق مرة ثانية كل الأحزاب السياسية أو كل الكتل والنخب السياسية وتنضم تحت لواء لجان المقاومة لإسقاط الانقلاب الحالي؟ طبعا التناقض جوهري ما بين رؤية لجان المقاومة. لجان المقاومة يعني ما هيش واقفة حتى في مواجهة الجنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية، يعني هي دائرة جديد، دائرة تبني جديد على أسس جديدة. وده أنا بفتكر أنه بيناقض وبيصادم مصالح حتى القوى التقليدية الموجودة في المسرح السياسي السوداني. وواضح تماما أنه خروج البعث مثلا والناصري وهكذا، أنا بفتكر أنه الفرز تم على أساس يمين ويسار. يعني واضح لأول مرة الشكل الكلاسيكي للمشهد السياسي في السودان. الآن القوى اليسارية تقريبا أصبحت خارج القوى الموقعة على إعلان الاتفاق الإطاري، وأنا بجد أنه ده ممكن تكون حتى القوى الدولية والرباعية والجهات اللي بتحبز التعامل مع نوع معين من التكوينات السياسية ربما لها يد حتى في خروج بعض. يعني أنت أحيانا، أنا يعني زي بتشوم شطة واليسار في الحتة دي فيها الشعبي وفيها أنصار السنة وفيها، بتقوم تطلع تعطس برا، ما بتقدر تعيش تحت السقف ده. وده أنا بفتكر إنه جزء من هندسة، يعني في مجهود يتعمل فيها ما بالضرورة تتقال مباشرة، لكن النتيجة الطبيعية إنك لما تلقى نفسك في سرب أنت غريب فيه وبتفضل إنك تمشي. القوى اليمينية المحافظة أقرب لمزاج الدول الغربية الرأسمالية. المشكلة الرئيسية ظلت باستمرار وجود الحزب الشيوعي، وجود الأحزاب الاشتراكية اللي بتتبنى درجة من الاشتراكية، تقاطعها مع البرنامج الاقتصادي حتى في الفترة الانتقالية الحكومتين الأولى والثانية. العرق الكثير من تنفيذ البرامج دي كانت في قوة عندها فيتو،
على البرنامج الاقتصادي. الدول الغربية بهمها بشكل أساسي زي ما قال سعادة اللواء إن السودان معول عليه كبير كثير في المرحلة الجاية. السودان هو مكان أطمع أستاذ الجميل. نحن وصلنا لختام المساحة دي وسعدنا جدا بالحوار معكم، لكن أخيرا وفي خلينا دقائق دي طبعا ممكن تأخذ زمن، خلينا في ثواني، السودان ما بين قراءات الواقع وما بين آمال وتطلعات المستقبل إلى أين؟ أنا أعتقد أنه عندنا ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول أنه نطور الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي وننتهي من الأزمة. السيناريو الثاني استمر الاستنزاف الحالي، حراكات سياسية، تحالفات جذرية مع تعنت من أطراف الأزمة، وبالتالي قد نصل إلى مرحلة الانهيار. السيناريو الثالث هو تدخل خارجي وفقا للبند السابع، لأنه يتحدث عن أنه أي حكومة لا تحقق الرفاهية لشعبها وتخترع حقوق الإنسان من حق المجتمع الدولي أنه يتدخل. شكرا جزيلا سعادة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا أستاذ جميل الفاضل المحلل السياسي، شكرا جزيلا. شكرا لكم كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنت، كانت هذه راية استقلالنا التي تظل خفاق دوما من خلال شعبنا الأخ. شكرا جزيلا لكم متابعينا في كل مكان، في أمان الله. عز في هواك عز الحنان يبال قلب خوف صفار عز الحنان يبال عز في هواك عز الحنان يبال قلب خوف صفاك عز الحنان يبال
عزان احنا النبال هواك عزان احنا النبال ليه